حياكم الله. أسبوعان يفصلان عن طاولة الحوار بين العراق وإيران. رئيسي في بغداد بأولى زياراته منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية، ملفات أمنية وأخرى اقتصادية ومثلها تجارية، وأبرزها الزيارة الأربعينية. مذكرات واتفاقات ستوطد العلاقات وتعزز الشراكات أمام التحديات. وضع داخلي وحدود مشتركة وأحداث إقليمية ودولية مختلفة. وحدة الموقف والقرار بعد مشوار السيد السوداني للولايات المتحدة. فماذا حمل من الأمريكان؟ وماذا سيبلغ الجار؟ رسائل ستكشفها لنا الأيام المقبلة. أما في رفح، تكرار للمأساة الإنسانية في غزة والإغاثات، قتلت بعدوان الاحتلال، من تواطئ ومن تآمر ومن وقف بوجه الهدنة وإيقاف إطلاق النار؟ أسئلة تبحث عن الضمير الحي الشريف وما أندره في الدول العربية. حلقتنا الأول راح يكون عن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى العراق، وراح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. الرئيس الإيراني سيزور العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون هذه أول زيارة له منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية، حيث وصفت هذه الزيارة بالمهمة لكونها تتضمن ملفات عديدة من خلال فتح آفاق التعاون سياسيا واقتصاديا بين البلدين. تطوير هذه العلاقات مطلوبة في هذه المرحلة، خصوصا وأن العراق بحاجة إلى دعم من دول الجوار وخصوصا من الجارة إيران، لكونه يشهد تحول اقتصادي كبير ممكن أن يؤدي إلى زيادة هذه العلاقات وإلى تفعيلها بما يخدم مصالح البلدين. رئيسي خلال زيارته المرتقبة سيتم مناقشة الوضع الأمني وعدم السماح للعناصر المعادية باستخدام الأراضي العراقية ضد طهران، مضيفا إننا نهدف لتحسين بيئة الاستثمار في العراق، خصوصا إن البلاد تشهد حملة أعمار واسعة، ولا بد أن يكون للمستثمر الإيراني حصة ونصيب. إيران هي أحد أهم الدول المجاورة للعراق، خصوصا هي متطورة في المجال الصناعي وأيضا في المجال الزراعي، والعراق بحاجة لهذه التقنيات في مجال الزراعة الحديثة، كذلك في مجال أيضا الصناعات المحلية. أيضا لابد أن تكون هناك شراكات مع الدول المجاورة حتى يكون هناك توافق أمني. أكثر من 10 مذكرات تفاهم سيتم إعداد ورقة العمل بها ضمن محور مباحثات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. للحديث عن محور حلقتنا ينضم إلينا في الاستوديو ضيوفنا لهذا اليوم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، حياك الله. أهلا وسهلا. كل الترحيب بالباحث الأكاديمي الدكتور هيثم الخزعلي، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بحضرتك. كما ينضم إلينا من طهران الأستاذ في كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران الدكتور حسين ريوران، حياك الله دكتور حسين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبدأ معك بداية دكتور هيثم، أول زيارة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى العراق منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية، إلى ماذا تدل هذه الزيارة بعد أسبوعين في هذه التوقيتات وفي خضم هذه الأحداث الدولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أرحب بكم وبضيوفكم الكرام وجمهوركم الكريم. الحقيقة هي هذه زيارة تأتي توطيدا للعلاقات الأخوية بين الجمهورية الإسلامية والعراق والتفاهم على بعض الملفات المهمة التي تهم البلدين، سواء كان من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية أو تنظيم الفعاليات المشتركة مثل الزيارة الأربعينية والتي يدخل بها جمهور كبير من الجمهورية الإسلامية، سواء كان مواطني الجمهورية الإسلامية ومواطنين دول أخرى. بالتالي أعتقد أنه هذه الزيارة تعكس مدى قوة العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية، والرئيس رئيسي إلى الآن هذه تكون أول زيارة، كما أنه تلقى دعوة من الرئيس نجيبان بارزاني لزيارة كردستان عند قدومه للعراق، فأعتقد أنه سوف تشهد ترحيب كبير بالسيد رئيسي والتفاهم على الملفات التي تهم البلدين وتشكل مصالح مشتركة لهم. نعم. إذن ذات السؤال أتوجه به لدكتور مستدرك العلوم السياسية دكتور طارق. دكتور طارق، بشأن دولي بحت وبلسان سياسي بحت، زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى العراق ماذا تمثل في هذا التوقيت؟ ابتداء أرحب حضرتك وضيوفك الكرام والمشاهدون الأكارم. في حقيقة الأمر الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني في هذا التوقيت له دلالات مهمة. من أبرز تلك الدلالات هو الجهود الكبيرة والحثيثة ما بين دول المنطقة لغرض إيجاد حل للحرب في غزة، وأعتقد هذه من أهم الملفات على المستوى الإقليمي. إضافة إلى ذلك هناك مشتركات مثل ما تفضل الضيف الكريم، هناك قضايا مهمة وملفات تعد هي استراتيجية. ثلاث ملفات رئيسية ما بين العراق وإيران، أبرزها الملف الأمني والاقتصادي والسياسي. وأعتقد أن العراق يعني لديه جهود كبيرة في حل الكثير من الأزمات. طيب. وساهم في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية، حاول يعني في موضوع حل الأزمة السورية، وكذلك لديه جهود كبيرة في تخفيف الاشتداد الصراع الموجود في اليمن. وأعتقد أن العراق ممكن أن يقدم لإيران أيضا وساطة فيما يتعلق بالجهود الكبيرة الموجودة في المنطقة لغرض التهدئة، ولذلك أعتقد العراق باعتباره وسيط مرحب به. العراق حمر رسائل من الولايات المتحدة عندما زار السيد محمد الشيع السوداني واشنطن؟ بالتأكيد هي ليست بالضرورة حمل الرسائل، ولكن الوفد العراقي عندما ذهب إلى واشنطن أكيد أصبح لديه تصور واضح ماذا تريد واشنطن في المنطقة، وأكيد عندما يعني تم تثبيت بعض النقاط المهمة سوف يتم بحثها مع دول الجوار. نعم. باعتبار أن المنطقة تؤثر وتتأثر في بعض القضايا المهمة، وبالتالي عملية الزيارة هي مهمة بحد ذاتها، خاصة أن هذه الزيارة قد مهد لها يعني زيارة وزير التجارة وكذلك رئيس داخلية. حكومة وزير الداخلية وكذلك نجيبان بارزاني، وهذه بحد ذاتها تعد من الزيارات المهمة باعتبارها تمثل أعلى سلطة. طيب. في إيران. نعم. بهذه النقطة سأتوجه بالسؤال للدكتور حسين. دكتور حسين، وزير التجارة وزير الداخلية زاروا العراق في الفترة الأخيرة، ماذا تمخضت عن هذه الزيارات؟ وأيضا وزير التجارة العراقي وزير الداخلية العراقي زاروا إيران، ماذا تمخضت من اتفاقات؟ يعني أنت تعلم هل كانت مهيئة لزيارة السيد إبراهيم رئيسي للعراق بعد أسبوعين إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. حياك الله. يعني في تصوري أولا أن كل الزيارات بين مسؤولي البلدين هي طبيعي تؤثر في الإطار العام في زيادة التعاون والتنسيق بينهما، وأن تكون هناك زيارات على مستوى وزراء في مجالات مختلفة هي طبيعي ستؤثر على زيارة السيد رئيسي للعراق. ولكن أتصور يعني بين إيران والعراق ملفات متعددة، يعني ليس فقط ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، هناك ملفات سياحة دينية، هناك ملفات في مجالات مختلفة. نعم. أولا المنطقة تمر بمرحلة مخاض، وطوفان الأقصى أحدث تحولا كبيرا في المعادلات الإقليمية. من هنا يمكن القول أن ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده. ضمن هذه الأطر هناك ضرورة للتشاور
وإيجاد وجهات نظر مشتركة حول القضايا الإقليمية خاصة وكذلك الدولية. الزيارات بين مسؤولي البلدين هي عادة يعني تحاول أن ترسم أفق مستقبلي للتعاون بين البلدين، وكذلك إيجاد تقارب في الرؤى حول الأحداث في المنطقة. ضمن هذه الرؤية أتصور أن السيد رئيسي يعني قد تكون الأولويات في إيران هي كما ذكرها السيد رئيسي في لقائه السيد نيشيرفان قبل يومين. هناك محددات قالها السيد رئيسي أنه وهي تعكس الموقف السياسي العام في إيران. أولاً كل تعاون مع إقليم كردستان يجب أن يكون ضمن إطار وحدة الأرض العراقية. هذا أهم محدد يعني يؤكد عليه السيد رئيسي، باعتبار أن تعامل إيران مع أي جزء من العراق ويأتي ضمن إطار احترام سيادة العراق والحكومة المركزية. الموضوع الثاني الذي أكد عليه السيد رئيسي هو الجانب الأمني، من يعني من غير المقبول تماما أن تكون هناك أن يكون هناك حضور للكيان الصهيوني أو أجهزته الأمنية في إقليم كردستان أو وجود للمعارضة الإيرانية بشكل فعال. ماذا كان جواب إقليم كردستان على ما تفضلت به إيران؟ يعني هذا هو تقريبا موقف السيد رئيسي الذي يعني أكد السيد نيشيرفان على احترام وجهة النظر هذه، ولكن العبرة بالأعمال وليس بالأقوال. مع الأسف يعني في التعامل مع إقليم كردستان كانت هناك تعهدات سابقة حول هذا الموضوع ولكن لم تحترم. الكيان الصهيوني موجود يسرح ويمرح في إقليم كردستان، وهذا ما أكد عليه يعني أمين مجلس الأمن القومي السيد أحمدي أيضا للسيد نيشيرفان، أن إيران لن تتساهل ولن تتقبل أي حضور للمعارضة الإيرانية أو للكيان الصهيوني في مقربة من حدودها في إقليم كردستان. وهذا أتصور هو أحد الأولويات بالنسبة لإيران، وإيران دخلت في حوار واسع في هذا الإطار مع الحكومة المركزية واتفقت معها على أن يستقر الجيش العراقي في المناطق الحدودية. وضحت الفكرة. إذن دكتور هيثم، الكيان الصهيوني يسرح ويمرح في إقليم كردستان، بالفعل الكيان الصهيوني يسرح ويمرح في الإقليم؟ طبعا هذا الموضوع شبه معلن، أنه احنا شاهدنا في قضية استفتاء استقرار إقليم كردستان كان هناك رفع لإعلام الكيان الصهيوني، وما يعني أن هناك تطبيع شعبي حتى وليس فقط تطبيع على المستوى الإقليم، قال هاي حالات فردية وغسم الحقوق، حالات فردية ولكن بشكل كبير، مما يعني أنه هذا أصبح تمدد ثقافي للكيان الصهيوني، ولا يوجد تمدد ثقافي ما لم تكن هناك مؤسسات راعية وغض النظر من الجهات الرسمية. هذا من ناحية، إضافة إلى وجود مقرات للكيان الصهيوني ومقرات تجسسيه بعضها تم استهدافها من ايران، وادخل العراق في مشكله دبلوماسيه لانه جاء التجاوز على الاراضي العراقيه بسبب وجود هذه المقرات، وبعضها يتخذ العراق منطلق لتحقيق اهداف في الجمهوريه الاسلاميه سواء كان بالتجسس او القيام باعمال تخريبيه، اغتيال علماء او استهداف مؤسسات في داخل الجمهوريه الاسلاميه، والحقيقه هذا مخالف للدستور العراقي. المشكله أنه لابد أن يكون هناك ترتيب للبيت الداخلي، وأن تلتزم حكومة الإقليم بسيادة العراق وبمقارات الحكومة المركزية، وأن تكون مندمجة في الأمن القومي العراقي قبل أن نذهب باتجاه الحكومة الاتحادية. ايش منتظرة دكتور هيثم؟ يعني اليوم نتحدث عن إقليم كردستان وكأنما خارج الأراضي العراقية. المشكلة أنه إقليم كردستان يحظى بدعم أمريكي وبدعم الكيان الصهيوني وبدعم من دول أوروبية، ولا تكاد بغداد تخطو أي خطوة من أجل ترسيخ سيادتها على أراضي الإقليم إلا تجابه بضغوط دبلوماسية. وشهدنا أخيرا حتى في زيارة السيد محمد الشيع السوداني للولايات المتحدة كان هناك تصريحات أمريكية حول وجوب إطلاق مخصصات للإقليم وأمور تعارض حتى القضاء العراقي. ف
فبالتالي الإقليمي يوطد علاقاته مع المعسكر الغربي على حساب الأمن القومي العراقي وما يخل بعلاقات العراق بدول الجوار. لكن الإقليم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية، ولكن لا. أكيد أكو ثوابت بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم، من لا يحترم هذه الثوابت؟ طبعا حكومة الإقليم، والدليل أنه ليس فقط موضوع الوجود الإسرائيلي، الوجود التركي أيضا كان هناك اتفاق بين الإقليم والحكومة التركية على أدخال حزب العمال وتوطينهم في جبال قنديل، ثم بعد ذلك اتخذت ذريعة لمهاجمة الأراضي العراقية تمد التركي، توجد مقرات رسمية للمخابرات التركية ميت في كردستان وتوجد مقرات رسمية لها، كما توجد قواعد عسكرية أيضا لتركيا تقريبا 14 قاعدة في أراضي الإقليم. ومن المفترض أنه البيشمركة حرس الإقليم الذي يتقاضى رواتب من بغداد أن يقوم هو بتطهير هذه المناطق والدفاع عن أمن الإقليم. طيب دكتور طارق، إذن اليوم المشكلة سياسية بين الجمهورية الإسلامية وإقليم كردستان حول وجود الكيان الصهيوني. في الحقيقة هذا الموضوع موضوع معقد، باعتبار أن كردستان دائما ما تؤكد أنه هناك خلو للمقرات، وعملية إثبات وجود الموساد أو وجود أي تحركات تحتاج إلى يعني تحري ودقة. واعتقد الحكومه المركزيه يفترض ان تفعل يعني الاجهزه الامنيه على مستوى العراق بشكل كامل، باعتبار ان مساله الامن ومساله الدفاع مساله تخص يعني مساله سياديه. ولذلك اعتقد عمليه التنسيق العالي في الفتره الاخيره بين حكومه الاقليم والحكومه المركزيه في موضوع الحدود ومواضيع كثيره، موضوع المنافذ، هذه اعتقد هي الخطوه الاولى للتنسيق الذي سوف يكون بالمستقبل حتى فيما يتعلق ب موضوع التواجد في إقليم كردستان. أعتقد أن التنسيق يفترض أن يكون، باعتبار أن الحل في التصعيد هو ليس حل، التصعيد بين حكومة المركز وحكومة الإقليم سوف لن يعني تحل المشاكل. والدليل على ذلك حتى موضوع وجود المعارضة الإيرانية في شمال العراق، عندما كان هناك يعني لجان مشتركة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان والجانب الإيراني، توصلوا إلى حلول مهمة، وأصبح هناك حتى إذا نتذكر منذ مدة طويلة لم يكن هناك أي قصف إيراني، باعتبار كان هناك يعني شبه اتفاق مبدئي على إبعاد الحدود. وهي راح تبقى أوراق ضغط تمارس وقت ما تريد. صحيح، لكن هي مرحلة أولى ستي الكريمة، هي مرحلة أولى أعتقد يفترض أن تتبعها يعني مراحل أخرى، باعتبار أن هكذا زيارات أيضا هي مهمة قد تساهم في حل جذري لهذه المشاكل، باعتبار بيننا وبين إيران تقريبا أكثر من 1400 كيلومتر، يعني حدود كبيرة تحتاج إلى جهد كبير استخباري أمني عسكري. إضافة إلى ذلك أعتقد أنه موضوع الملف الأمني في شمال العراق ليس لا يرتبط فقط بموضوع إيران، أيضا مثل ما تفضل الضيف الكريم موضوع التواجد التركي، موضوع القصف المتبادل، وعملية التهدئة ويعني الاستقرار الأمني في شمال العراق وليس فقط يعني مصلحة عراقية، هي مصلحة لكردستان أيضا. نعم. إذا دكتور حسين، الآن أنتقل ويا حضرتك إلى الملف الاقتصادي. كل صيف إيران تقلل حجم الغاز المصدر للعراق، والذي لا يكفي العراق يعني لحاجته الماسة للكهرباء في فصل الصيف. هذا العام راح يتكرر هذا السيناريو لو لا؟ يعني أتصور لا، لن يتكرر لأسباب كثيرة. أولا الآن هناك فائض الإيراني، وفي تصوري أن هذا هو كفيل بأن تكون النسب التي تورد إلى العراق ثابتة. يعني نعم هناك مشاكل في آليات دفع مستحقات الغاز والمشتقات النفطية بسبب الحصار الأمريكي، ولكن رغم هذا الموضوع يعني أتصور أن العلاقة بين الطرفين كفيلة بحل وتجاوز هذا الموضوع رغم وجود هذه العقوبات التي تؤثر في عمليات سداد يعني الديون المستحقة على العراق. في موضوع الغاز يعني مبدئيا الآن إيران افتتحت أكثر من منصة جديدة في منطقة عسلوية، أنه هذه المنطقة هي تقريبا جل الغاز الإيراني يستخرج في هذه المنطقة،
وفي الصيف تكون الحاجة إلى الغاز أساساً في إيران أقل بكثير من فصل الشتاء البارد والقارس في المناطق الجبلية. طيب، ولكن دكتور حسين، هي المشكلة مو بكميات الغاز، هي المشكلة بالإجراءات وآلية الدفع من قبل العراق للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فسؤال لحضرتك، إيران ستتخذ إجراءات كفيلة بحل هذه الأزمة وتجاوزها؟ لأن عادة كل صيف، يعني حزيران وتموز وربما آب، تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا في العراق، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقلل نسب الغاز المصدر للعراق. يعني هذه هي المشكلة الحقيقية. وبأمانة دكتور حسين، يعني بأمانة، شوفي، إن أولا إيران تصدر للعراق، ومن الطبيعي جدا أن تستوفي المبالغ. أنه المشكلة هي ليست في إيران، المشكلة في العراق، أن العراق يحاول بشكل أو بآخر أن يأخذ إعفاءات من الحكومة الأمريكية ليقوم بعملية السداد. من هنا في بعض الأحيان تتأخر هذا الموضوع، أو لا يكون هناك جدية في الدفع باتجاه تسديد المستحقات، وهذا ما يعني يجعل إيران تضغط باتجاه أنه تسديد المستحقات، باعتبار أن إيران أيضا تعاني من وضع اقتصادي خاص. هناك حصار كبير جدا مفروض على إيران، والحصول على المبالغ المستحقة على هذه الدولة أو تلك هي تبقى أولوية بسبب هذا الظرف الاقتصادي. من هنا إيران تتفهم وضع العراق، ولكن في نفس الوقت تريد من العراق أن يتفهم وضع إيران أيضا في عملية السداد. طيب دكتور هيثم، هل ستكون الزيارة الأربعينية حاضرة بين الرئيس إبراهيم رئيسي والسيد محمد الشيع السوداني خلال زيارته للعراق؟ هل اليوم العراق يستطيع استقبال أعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين في الزيارة الأربعينية؟ طبعا الحقيقة أن الزيارة الأربعينية ملف من ضمن الملفات التي ستبحث، وكان هناك زيارة لوزير التجارة العراقي وتحدث عن ملفات اقتصادية مهمة حول موضوع بناء مدن صناعية، حول دخول القطاع الخاص أو المستثمرين الإيرانيين في السوق العراقية، وإيجاد عمل مشترك مع الحكومة العراقية ومع القطاع الخاص العراقي. والزيارة الأربعينية باعتبار أعداد كبيرة تدخل إلى العراق من جهة الجمهورية الإسلامية، يجري هناك تفاهم حول تنظيم الدخول واعتماد جوازات، سواء كانت جوازات الحج والجواز الدولي، أو أنه تسهيل المرور بالنسبة للجنسيات غير الإيرانية. كان العراق لديه بعض الملاحظات أو تحفظات على دخول باكستانيين من الجمهورية الإسلامية، وبالتالي يتم مناقشة كل هذه الأمور من أجل تسهيل وانسيابية دخول الزائرين وحفظ منهم. أيضا موضوع الحوادث المرورية التي تحدث أثناء الزيارة أيضا يتم مناقشته ووضع علاجات ومعالجات له، وموضوع الحدود وتأمين الحدود وحركة القوات العراقية وانتشارها على الحدود العراقية الإيرانية. أعتقد هناك الكثير من الملفات سوف تبحث في هذه الزيارة، من ضمنها سوف تكون زيارة عاشوراء. هل سنرى دعما إيرانيا في الزيارة الأربعينية من حيث تقديم الخدمات الفنية اللوجستية بشكل أعلى من نظيرتي في السابق؟ يعني الحكومة الإيرانية كانت متعاونة في موضوع دخول الزائرين وسهول سهولة حركتهم، وحتى الزائرين العراقيين إلى داخل إيران هناك تسهيلات ورفع للفيزا في زيارة الجمهورية الإسلامية، كما أن هناك بعض الفعاليات الشعبية مثل مواكب تتبع للأخوة المؤمنين الإيرانيين الذين يحبون أن يساهموا في الزيارة الأربعينية بتوزيع الطعام أو توفير خدمات طبية أو بعض خدمات النظافة واللوجستيك في داخل الأراضي العراقية. هؤلاء أيضا يتم تنظيم دخول هذه المواكب مع الحكومة العراقية كي تساهم في إنجاح الزيارة الأربعينية. فأعتقد نعم كان هناك وسوف يكون هناك تعاون أكثر إن شاء الله. دكتور طارق، كيف يستطيع العراق أن يقف على مسافة دولية واحدة من الجميع؟ ربما زيارة السيد إبراهيم رئيسي ستزعج بعض الأطراف لا سيما الخليجية، وتحدث بصراحة. في الحقيقة العراق منذ يعني بداية ما بعد 2003 انتهج سياسة الحياد، ولم يدخل طرفا ومحور يعني ضمن المحاور الموجودة في المنطقة. وحتى زيارة السيد رئيس الوزراء إلى واشنطن أكد يعني من خلال المؤتمرات الصحفية وحتى ما قبل الزيارة أن العراق سوف لن يكون طرفا ضد طرف آخر.
العراق سوف يكون عنصرا للتهدئة، سوف يكون عنصرا ووسيطا لتهدئة جميع الملفات الموجودة، باعتبار أن عملية اشتداد الأزمة والصراع الموجود في الشرق الأوسط سوف يؤثر على العراق تأثير كبير، باعتبار أن العراق بالوقت الحاضر يستعد إلى مشاريع اقتصادية كبيرة واعدة، لا سيما طريق التنمية وغيره. فضلا عن ذلك العراق بدأ يحقق استقرار نسبي، استقرار أمني مكنه من عمل الكثير من جوانب المشاريع الاقتصادية وغيرها. نعم. ولذلك أعتقد من غير المعقول أن يدخل العراق طرفا. إضافة إلى ذلك هناك أدلة أنه العراق لم يكن محورا ضمن المحاور، سواء كان محور إيراني أو غيره. قبل مدة كان هناك زيارة للرئيس التركي، وهذا في حد ذاته يؤكد على اتزان السياسة العراقية. نعم. إضافة إلى ذلك العراق ذهب إلى واشنطن وفي نفس الوقت يستقبل السيد الرئيسي، هذا في حد ذاته يدل على أن السياسة الخارجية العراقية سياسة متوازنة تنظر إلى المصلحة العراقية رقم واحد، وجميع الملفات الأخرى نعم. سوف تكون بالتتابع. نعم. اسمحوا لي بالبقاء ضيوف الكرام، ودكتور حسين ستبقى معنا. الآن أنتقل إلى محور حلقتنا الثانية، ورح نفتح وياكم باستطلاع عن عمليات الكيان الصهيوني في معبر رفح، لنتابع. لا يزال العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني مستمر دون الرد على الأقل من المؤسسات الدولية، ولم يكن هنالك استنكار بالمستوى الذي يناسب حجم المظلومية اللي يحصل للشعب الفلسطيني والاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي قد هذا الموضوع يكون ذات بعد إنساني، ولا بد أن يكون هنالك تحرك، ولا بد أن يكون هنالك كلام للشعوب العربية وللحكومات بمناهضة والمعاكسة لما يقوم به الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. شاهدنا بالفترة الأخيرة تطور العمليات العسكرية في من الجانب الصهيوني في رفح، وهذه العمليات أكيد يعني احنا نستنكرها وندينها لأنها تنافي حقوق الإنسان والقانون الدولي، بالإضافة إلى قرارات المحكمة الدولية اللي يعني ألزمت الكيان الصهيوني بعدم المساس في خاصة المناطق المكتظة بالسكان من العوائل، النساء، الأطفال كذا، بالإضافة إلى أنه هذا تعتبر انتهاك للقانون الدولي يعني صراحة. حقيقة هذا القصف مرفوض يعني أخلاقيا وأدبيا يعني وحتى إنسانيا، وهم خرقوا كل القوانين الدولية وكل الأعراف الإنسانية وكل المنظمات الدولية والقوانين الدولية بقصف هؤلاء المدنيين العزل ليس لهم علاقة في الحرب. أجدد الترحيب بضيوفنا الأعزاء، ونكمل وإياكم الحديث بمحور حلقتنا الثاني وهو عن عمليات الكيان الصهيوني في معبر رفح. دكتور حسين، أسأل حضرتك عن رأي الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يحصل في معبر رفح، وهل سنرى تحركا إيرانيا واضحا إن لزم الأمر؟ يعني ما يحدث في رفح هو أن الكيان الصهيوني بسبب طبيعته الإجرامية هو يريد أن يستكمل جريمته في الإبادة الجماعية التي بدأها من الشمال إلى هذه المنطقة التي كانت استثناء تقريبا من العمليات العسكرية المختلفة. وهذا يكشف طبيعة هذا الكيان الإجرامي الذي يقوم بكل الأعمال المنافية للقانون الدولي ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي أيضا، والقانون يعني وخاصة محكمة الجنايات الدولية هي المسؤولة في محاسبة من يرتكبون هكذا جرائم. إيران منذ البداية واضح موقف إيران هي مع الشعب الفلسطيني مع المقاومة، وإيران ترى أن ما يحدث هو إجرام صهيوني مرفوض. نعم. وعلى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أن توقف هذا النظام المجرم عند حده. الآن هذا الموضوع يتزامن مع موضوع الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يعني حماس قبلت بالصيغة المطروحة
بعد أن تأكدت أن محدداتها ستحترم، أي أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار، وليس من المرحلة الأولى أنه خلال المراحل الثلاث في النهاية، ويجب أن يكون هناك خروج للكيان الصهيوني، خروج عسكري من غزة أيضا، ويجب أن تستأنف الإمدادات الدولية والمساعدات للشعب الفلسطيني. وضحت الفكرة. وما قامت به المقاومة الآن خلق إرباك كبير لدى الكيان الصهيوني الذي يرغب باستكمال جريمته من خلال بدء العمليات في رفح، في حين أن الاستحقاق كان هو أن يجيب على موضوع الاتفاق حول وقف إطلاق النار. طيب دكتور هيثم، إذن كل ما نسمع وقف إطلاق النار أو هدنة نرى جرائم وحشية من الكيان الصهيوني متزايدة، ماذا يريد اليوم الكيان الصهيوني؟ هل يريد توسعة رقعة الحرب مثلا؟ الحقيقة أنه عندما ننظر إلى موضوع رفح تحديدا، أنه لابد أن نأخذ عدة زوايا لغوية، أحدها الزاوية الشخصية ما يتعلق بنتنياهو نفسه، فضلا عن الوضع الدولي، الوضع الاقتصادي العالمي، معدلات التضخم، الصراع بالشرق الأوسط، الوضع الأمريكي والانتخابات الأمريكية. هناك عدة زوايا ممكن أن ننظر إليها لكي نصل إلى قراءة كاملة نحو التحليل. المبادرة الأخيرة التي طرحت كانت بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة داخلة بقوة في موضوع الوصول إلى هدنة وإيقاف أطلاق النار، وهي علقت صفقة أسلحة ذخائر من شركة بوينغ إلى الكيان الصهيوني في نوع ورسالة للضغط، مع أنه قبل ساعات السيد بايدن أعلن أنه يدعم الكيان الصهيوني وأنه الدعم هذا فولاذي حتى وإن اختلفوا في وجهة النظر، ولكن لديه مشكلة بالحقيقة مع نتنياهو الذي يريد أن يجر الكيان الصهيوني ويجر الولايات المتحدة ويجر العالم إلى صراع في المنطقة كي يطيل عمر حكومته. هو مضغوط من ناحية بحلفائه في التشكيلة الحكومية، يعني سموتريش وبن غافير الذين يريدون أن يجتاح رفح، ومن ناحية أخرى يهددونه بأنه تفكيك الحكومة وإنهاء حكومته، ومن ناحية أخرى إذا وصل إلى هدنة ما الذي سيضمن له أن لا يتم محاكمته وإقالته بسبب الإخفاقات الكبيرة من 7 أكتوبر لحد الآن. إذن يسعى نتنياهو لجر الولايات المتحدة، يسعى إلى جر اجتياح رفح، ولكن قبل ساعات أصدر يعني موقع ولا الإسرائيلي بأن الكيان الصهيوني أبلغ الولايات المتحدة بأن ما يجري في رفح هي عملية محدودة للسيطرة على المعبر فقط، وأنه لن تكون هناك عملية اجتياح كبيرة. فأعتقد إن شاء الله ستصل الهدنة إلى إيقاف إطلاق النار. دكتور طارق، وساطة قطرية أمريكية مصرية، لكن بعض الأطراف تتهم مصر بالتواطؤ، ما صحة هذه المعلومات؟ في الحقيقة ليس من مصلحة مصر يعني خلق أزمة جديدة في رفح، خاصة أن معبر رفح هو على الحدود المصرية. وموضوع الأزمة في رفح قد تهدد حتى الاتفاق الذي جرى ما بين مصر وإسرائيل كامب ديفيد 79، ولذلك أعتقد أن مصر هي تحاول أن تجد حل وتقرب وجهات النظر، ولكن المشكلة الحقيقية في إطار الوساطات المتعلقة بهذا الجانب أن المعتدل الأساس، المعتدل الرئيسي إسرائيل، ترفض التهدئة من خلال يعني متابعة الشأن منذ يعني 7 أكتوبر ولغاية الآن، أن إسرائيل ليس لديها أي أدنى فكرة لوقف إطلاق النار. حتى الضغوط الأمريكية إزاء إسرائيل لغرض عدم عمل أي عمليات في رفح رفضت من قبل إسرائيل. وأعتقد بماذا تعلل هذا الخوف الصهيوني؟ هل هو خوف نتنياهو شخصيا على منصبه بعد انتهاء الحرب كما تفضل الدكتور هيثم ربما سيحاكم؟ أعتقد نتنياهو بالوقت الحاضر في كلتا الحالتان هو خاسر، سواء كان تم إيقاف الحرب أو استمرارها، بالحالتين هو يعني بدأ حربا من المستحيل أن تنتهي. يعني هو صح عمل في بداية هذه الحرب، والعملية انتهائها ليست سهلة. الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع ليس حبا بالفلسطينيين عندما تذهب وتشجع الوساطات، هي هدفها الأساس المحافظة على مصالحها في المنطقة، والموضوع الآخر تريد أن تبين للرأي العام أنها تسعى إلى يعني
إيجاد السلم أو تحقيق السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة. ولكن في حقيقة الأمر إسرائيل سوف لم يعني ترفض هذه الفكرة ولن تقبل، والدليل على ذلك حتى عندما قدمت الورقة المصرية التفاوضية ووافقت حماس على هذه الورقة التفاوضية، في نفس اللحظة التي يتم كانت هناك مفاوضات تم قصف معبر كرم أبو سالم، وبعد ساعات قليلة تم اجتياح معبر رفح، وهذا حد ذاته يدل على أن إسرائيل ترفض أي وساطة وترفض عقد إطلاقنا. إذن دكتور حسين، الكيان الصهيوني يرفض أي وساطة، ماذا بشأن الوساطة القطرية؟ هل ستؤتي أكلها أم أن الكيان الصهيوني لا يريد أي وساطة ومن مصلحته استمرار هذه الحرب؟ يعني الكيان الصهيوني أولا عندما اجتاح قطاع غزة يعني بعد أسبوعين من طوفان الأقصى، يعني هو أراد أن يعيد الاعتبار لقوة الردع الإسرائيلية، ولكن أهداف الحرب لم تتحقق. اجتياح رفح أيضا لن يحقق هذا الموضوع، ولكن هذا الكيان الآن، الحكومة القائمة الآن في هذا الكيان هي حكومة تتعامل أيديولوجيا مع الموضوع، يعني قتل ما يسمى الجويم أو الأغيار، يعني هو جزء من فهم هؤلاء يعني الإطار الأيديولوجي، وما يقومون به تأكيد سموتريتش أو تأكيد بن غفير على القتل واجتياح رفح ويعني زيادة معاناة الفلسطينيين، هو يأتي ضمن إطار أيديولوجي واضح أن إسرائيل يجب أن تكرر كل المجازر التي قامت بها في الأماكن الأخرى في هذه المنطقة. لكن دكتور حسين اليوم الوضع من المفترض أن يكون مختلفا، وأنا أكرر من المفترض، يعني اليوم هنالك قانون دولي وهنالك مجلس أمن دولي وهنالك حقوق إنسان، حرية التعبير، أين اليوم القانون الدولي من هذه الجرائم دكتور حسين؟ يعني أولا هناك نعم وضع مختلف داخل الكيان الصهيوني، أولا هناك وضع مختلف على المستوى الدولي وعلى المستوى القانوني. الآن في الداخل الإسرائيلي هناك تظاهرات واسعة جدا، في السبت الماضي وصلت إلى 52 مدينة في الكيان الصهيوني، والشعار الأساسي الذي كان مرفوعا هو الاستقالة فورا والذهاب إلى انتخابات مبكرة. الموضوع الآن ليس الاختلاف حول أن اجتياح رفح أو عدم اجتياح رفح، لا، المجتمع الصهيوني يرفض وجود هذه الحكومة ويرى أن هذه الحكومة هي تهديد أساسي لأمنها. طيب. على المستوى الدولي يعني استمرار الإبادة الجماعية، الآن أدخل أمريكا في أزمة، يعني الآن الطلاب الجامعيين وانتفاضتهم التي الآن وصلت إلى أكثر من 100 جامعة في أمريكا، يعني أدخلت الحزب الديمقراطي في أزمة بين شقيه اليميني واليساري أو التقدمي، أدخلت الانتخابات الأمريكية في حسابات جديدة إلى آخره. والموضوع القانوني أيضا، يعني لأول مرة إسرائيل أمام المحكمة الدولية، العفو الدولية، أنه تحاكم باتهام الإبادة الجماعية، وهناك الآن دعوات مطروحة بقوة على الاي سي سي أو محكمة الجنايات الدولية، وهناك احتمال أن يكون نتنياهو ومجموعته يعني مطلوبين للعدالة في القريب العاجل. من هنا هنا كل هذه الضغوط هي نعم يعني تدفع باتجاه التهدئة، ولكن نتنياهو بما أن مستقبله مجهول هو يهرب إلى الأمام ويحاول أن يطيل عمر حكومته باعتبار أن الآتي مجهول بالنسبة إليه، فمن مصلحته الإبقاء على هذه الحرب. نعم. إذن دكتور هيثم، اليوم عدة عوامل ومن داخل الكيان الصهيوني هنالك عوامل ضاغطة على حكومة نتنياهو،
أقدم الاستقالة ونذهب إلى انتخابات مبكرة في الكيان الصهيوني. هذه العوامل ستسهم في ارتفاع وتيرة الحرب أم انتهاء هذه الحرب؟ الحقيقة أنا ما ذكرته يعني قبل لحظات حول ما نشره موقع ولا بأنه العملية ستكون في رفح، وأيضا أضاف بأنه سيتم تسليم معبر رفح إلى شركة أمريكية أمنية كي تشرف فيه على دخول البضائع. والحقيقة أنه هذه يعني مجرد حركة من الكيان لتمديد الصراع، ولكن المفاوضات سوف تستأنف غدا في القاهرة. حماس وافقت على شلون قرأت حضرتك هذه حركة لتمديد الصراع؟ لأنه الرد حماس أنه وافقت على التعديل الذي قدمته مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو يشمل إيقاف إطلاق النار على 3 مراحل وإطلاق سراح لرهائن بشكل تدريجي، والسماح بعودة اللاجئين وحركة المواطنين الفلسطينيين في غزة بين الشمال والجنوب، وانسحاب من مناطق وسط غزة في مراحل 3 تنتهي بإيقاف إطلاق النار، وكل مرحلة تشمل إيقاف إطلاق النار لمدة 42 يوم. فأعتقد أن الولايات المتحدة وتصريحاتها بأن نحن نطالب حماس أن توافق، كانت هناك موافقة مسبقة من الكيان الصهيوني على هذه النقاط، بالتالي هو أمام المجتمع الدولي لا يمتلك حجة كي يواصل الصراع في غزة، ولا أمام الولايات المتحدة، ولا أمام حتى داعميها. اليوم ألمانيا تصريحها بأنها تحذر من القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح. هل تتوقع حركة خرقاء من نتنياهو للإبقاء على هذه الحرب؟ هو الحركة الخرقاء التي قام بها اليوم بإغلاق المعبر وقصف شرق مدينة رفح، لكن أعتقد أنه الآن تحت ضغط كبير خصوصا بعد وصول غد حماس، وإن شاء الله يتم التوصل لاتفاق إن شاء الله. إذن دكتور طارق، تتوقع انتهاء وتيرة الحرب أم تصعيد من قبل نتنياهو ومن مصلحة البقاء في حكومته؟ إحنا ما نتمناه أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت، باعتبار الضحايا كثر والفلسطينيون تأذوا ولديهم يعني خسائر كبيرة بالأرواح، ولكن في نفس الوقت أنا يعني متشائم من السياسة الإسرائيلية الموجودة، باعتبار أن الوجود يعني دخولهم في رفح بهذه الطريقة يعني ينذر بوجود يعني خطة مستقبلية للسيطرة على الضفة الغربية أيضا. إضافة إلى ذلك أعتقد حتى موضوع ما تفضل به الضيف الكريم، هناك تقارير تؤكد على أنهم يحاولون أن يسيطروا على المعبر من خلال شركة أمريكية أو شركات أخرى ساندة، وفي حد ذاته هدف الأساس هو السيطرة على يعني الأراضي الفلسطينية بشكل كامل. إضافة إلى ذلك حتى موضوع الميناء المراد وجوده يعني في على البحر في غزة، هو في حد ذاته هدف الأساس السيطرة على كامل الأراضي. وإسرائيل بالرغم من الضغوط التي تمارس ضدها لغرض يعني القبول بهذه الاتفاقيات أو هذا وهذه الأوراق التفاوضية، لكن إسرائيل ترفض، وإسرائيل سوف تبقى تتعنت باعتبار أن هدفها الأساس هو استمرار هذه الحرب. ولكن أعتقد أن هذه الحرب حتى وإن استمرت سوف تنتهي، ولكن عملية انتهاء هذه الحرب سوف يكون مزيد من الضحايا الفلسطينيين مع الأسف. طيب يعني برأي حضرتك من هو الضامن لحقوق الفلسطينيين؟ يعني هسه حضرتك قلت إسرائيل لديها أفكار بالذهاب إلى الضفة الغربية، نعم. طيب هذا يؤسس السؤال، من سيضمن الحقوق الفلسطينية؟ احنا المشكلة الحقيقة نواجهها هو عدم التنسيق ما بين الجانب العسكري والجانب السياسي. لو كان هناك تنسيق عالي على المستوى العربي وحتى على المستوى الفلسطيني بين حركة فتح وحركة حماس وتقارب حقيقي والمساعدة، يعني هناك عاملان أساسيان في هذه الحرب. إذا ما تكامل الجانب العسكري مع الجانب السياسي سوف نحقق للفلسطينيين يعني شروط مهمة ونحقق لهم مكاسب كبيرة، ولكن مع الأسف بأسباب كثيرة هناك اختلاف في وجهات النظر بين من يعمل بالسياسة وبين من يعمل بالجانب العسكري لغرض المقاومة. طيب دكتور حسين، تتوقع استمرار هذه الحرب وصولا إلى الضفة الغربية في دقيقة لو سمحت؟ يعني لا أتصور ذلك، لأن الوضع مضغوط بشكل كبير داخليا في داخل الكيان الصهيوني ودوليا. أمريكا على أعتاب انتخابات، ولا يستطيع بايدن أن يجازف مستقبله يعني كرمال عيون نتنياهو، هذا واضح. من هنا أتصور أن أمريكا ستمارس ضغوط حقيقية على نتنياهو لإيقاف الحرب وتنفيذ الهدنة التي تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل.
شكرا جزيلا الدكتور حسين ريوران الأكاديمي والأستاذ في كلية الدراسات العالمية في جامعة طهران، حياك الله. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. البحث الأكاديمي الدكتور هيثم الخزعلي نورتنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا. كل الترحيب بالأستاذ طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا نختم وإياكم هذا الملف بأبرز ما جاء في منصة إكس حول العدوان الصهيوني في معبر رفح، لنتابع. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بعدم صحة فقرة البرلمان المتضمنة تأجيل انتخاب رئيسه لحين البدء في الدعاوى. السوداني يؤكد لوفد اتحاد المصارف العربية أن المصارف العراقية تسير على الطريق الصحيح في تعاملات التحويلات المالية. ورئيس هيئة النزاهة يعلن عن تقديم العراق مقترحا لإنشاء مجلس مختص في مكافحة الفساد بالدول العربية. وزير العمل والشؤون الاجتماعية يصادق على إطفاء الديون المترتبة بذمة المتجاوزين من ذوي الشهداء. الحشد الشعبي يطلق عمليات تطهير بادية النجف الأشرف من المخلفات الحربية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.